كيف يمكن لشباب كما يدعي متوجهين لأن ينفذوا عملية وهم معهم أطفال؟ يعني هذا في قمة الاستخفاف بالعقل البشري. هؤلاء كانوا في يوم عيد، كانوا في زيارة الأرحام، وكما قلت هو يقتل بالجملة وبشكل عشوائي من رفح وحتى جنين، والمجازر التي ارتكبها في غزة وما زال تدلل على كذب هذه الروايات وهذه الادعاءات. وأبنائنا وأولادنا هم جزء من هذا الشعب، هم جزء من هذه المسيرة، والذي يضبط إيقاع المقاومة في الميدان ويضبط إيقاعها في السياسة هي استجابة الاحتلال الصهيوني للمطالب التي نتمسك بها على الدوام، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار الدائم والانسحاب الشامل وعودة